مرحبا، أنا نيران هاشم، عمري 23 سنة، مرحلة رابعة قانون. قررت أتعلم التطريز بالبداية، اشتغلت على بروشات، بعدين بدينا أنه صارت فترة ندفع من جيبنا الخاص أو شهريتي للجمعيات الخيرية. فماما طرحت علي فكرة أنه ليش ما أتعلم الحياكة وأقوم أبيع، وبعدين من الربح ما نص الربح مال الحياكة أنه للفقراء. من بعدها فتحنا، اول ما اشتغلت للاقارب، انه انا اشتغلهم مال الجناط، اشتغلت لبنت اختي تنوره. كانت البدايه انه من ماما ومن اخويا انه اشتروا الخيوط، وبعدها يعني انه بمرور الزمن انه ارجع لهم الفلوس. بس انا عندي فكره انه بالمستقبل انه نفتح محل اوفر هاي الخيوط حتى اساعد باقي البنات اللي عندهن هوايه انه يتعلمن الحياكه. انا جاي اوسع عليهم من كربله، من بغداد، ومرات من نروح للكربلاء انه ندخل بعض المحلات نشتري منهم. بالبدايه بدينا بهذا الشغل كهوايه يعني، واستغلال وقت الفراغ. وبعدين انه قررنا نفتح المشروع نوسع اكثر. قبل اسبوع فتحنا البازار وصار اقبال اكثر يعني على الشغل. اني اطرز على الشغل اللي هنا يسوونه، شغل مكمل الشغل هن، لان الحياكه هم تحتاج الى تطريز. احنا نضيف التطريز على الحياكه لان تعطي روحيه اكثر. من زمان الحياكه احنا نحوكها، ابد ما تاركيها، حتى لو اتركها نفسها نذني الجان حوك بين السنارات، سناراتنا واحنا صغار ضامتنا. هسه عندي هواي ادوات ضامتها مع الحياكه، بس هسه من قمنا نشوف تطورت الحياكه وانا جا تابع الاجانب يحوكون الاتراك يحوكون، فاخذني الوهس بعد اكثر طورتها. شافتني نيران علمتها على كبر، مو من هي صغيره. والحياكه ترى هي مو سهله، صدقوا مو سهله، عده مرات تحوك الجنطه وافتقها بديه في سبيل تعيدها تكون نظيفه ولا غرزه بيها خطا. لو ما دعم أهلي ما كان مشروعي ناجح. مشروعي نجح بدعم أهلي إلي. اللي خلاني أكون واثقة من نفسي وناجحة بشغلي هو المرحوم بابا. كان دائما يقول لي كوني واثقة من نفسك حتى أي شيء تشتغلي يكون ناجح بيدك.